Il va finir au final, il va là. Chiada, chiada. كبيره بزاف كما قلنا كما قلت لنا شي خلينا نعاون مع الدي جي اس ولا هذا السيستم اللي هضرنا عليه. شوف تهيئه الملاعب الرياضيه تهيئه الملاعب الرياضيه هضرنا عليها في بوليفالون عند المسؤوليه. حنا غادي نهضر على المسؤوليه نقول لكم اون ما انا قلت راح باش نشاركوا معنا مديريه الشباب والرياضه فيسك هي اللي عندها لي موان لا لي فابوري هاد السؤال هاد واش قلت لك عندها لي موان بارفور حنا نستغلوها مثلا تمشي قطاع التربيه نتكلموا على هيئه الملاعب الرياضيه وكذا لا لا هادشي غادي نخرجوا اللي يعني النخبه المدرسيه حنا عندنا تاني كل يعني والبارح وقفنا على فريق اللي حصل على كاس في مينا إذن هذا الشيء من هذا المنطلق نقترحوا على مدير الشباب والرياضه باش يكون المهم مدنا يد العون وتكون عندهم ميني دي جينيرال ممكن جدا نختاره عليه حتى هو يتبنى العمليه يتبناها هو كم مديريه باش هو اللي يسهر على تهيئه الملاعب الرياضيه شوف هذا هو اللي شوف الشيخ انا تكون متظاهرات رياضيه من الجانب ما نديروش لاباس شحال في الطول هذا 2000 متر كاري سي طريق 200 هذا سي كاري هذا يبان لي كاري سي كاري قالك فيه واحد 80 هذا النت
قدر بزاف صوالح نديروهم في هذا الملعب ماشي غير حنا هذا الملعب راه ما نضربو عليه شوف الغايات نتكلم على الغايات نتكلم على التعليم والتكوين المهني ونتكلم على التنشئه الاجتماعيه ونتكلم على التاهيل لاكاليفيكاسيون العلميه كي تقول لك انا كي تقول لي النشاط شوف التكوين والتعليم يعني المهني في ذاته وحده ما يكفيش يليق نصير نجيبوا له حاجه اخرى يليق التنشئه التنشئه الثقافي والرياضي هذا مفروغ منه خاطرش علاه يليق المهم باش نحبوا حتى التكوين للشباب يليق يكون عندنا نشاطات سواء كانت ثقافيه رياضيه وزير ديفون فوالا وتدخل فيها الوزير الراحه النفسيه يعني تهيئه المتكون حتى يتمكن من الوصول للهدف اللي جا عليه هو يتكون في الحياه اللي يبغيها في المهنه اللي يبغيها اذن هذا هو وهذا من حقنا ايضا حنا كلجنه التربيه والتعليم المهني وكذا باش نرفعوا الانشغال تاع المراكز ماهوش المركز الاول اللي يطلبونا بهذا باش تكون المرافقه تاعنا حنا مجبورين رانا هنا جا دارنا الشعب باش نرفعوا هذا الانشغال رانا في مجلس الشعب الولائي ماشي بور يعني لا فور اونيلا بور صادير الانشغال تاعك نتا سواء في العضو ولا السيد المدير ولا يرفع الى السلطات الولائيه يعني المحليه تاع العدل تاع الولايه وبالتالي احنا ما غاديش نقول لك بلي الحل غادي يكون على مستوى الولايه ممكن جدا هذا المشروع هذا يتعدى حتى مع السيد الوزير ممكن يرفعوا للسيد الوزير يعني وزير القطاع اللي هو يشوف لنا ممكن جدا بفضل قلنا بالك الاقتراح اللي غادي نمدوه كتوصيه باش نشاركوا مديريه الشباب والرياضه في تهيئه مثل هكذا ملاعب ان شاء الله يكون الحل هذا هو الامل تاعنا باش المراكز اللي شفناها في الطريق ورانا فرحانين على المستوى اللي وصلوا ليه المراكز يعني والله الا فرحانين خاطر علاه كل شيء متوفر يليق المنافسه قدر هذا هو لو بي تاعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم الخرجه تاعنا تكون ان شاء الله ما يخص غير الرياضه دابا الرياضه قبل ما ندخل كندير اتفاقيه كونفونسيون ما بين